السلام عليكم، كيف حالك حبايبي الطلاب؟ طلاب مدرسة توليب والياسمين، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الصف التاسع إن شاء الله، اليوم راح ناخذ درس جغرافيا جديد ووحدة جديدة وقارة جديدة بعنوان قارة أمريكا الجنوبية. خلصنا قارة أمريكا الشمالية وتكلمنا عنها وبعثت لكم على الواتساب مجموعة من الأسئلة، احلوها وارسلوا لي الأجوبة على جروب الواتساب. خلينا الحين ناخذ القارة الجديدة ونقول بسم الله قارة أمريكا الجنوبية. نعرف قارة أمريكا الجنوبية، هاي طبعا الدول الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية. متعودين نتكلم عن القارات، نبدأ أول إشي بالموقع الجغرافي للقارة. تعتبر أمريكا الجنوبية رابع قارات العالم من حيث المساحة، يعني تعتبر رابع قارات العالم من حيث المساحة. نتطلع فيها، هاي اللي باللون الأحمر. طيب تعتبر رابع قارات العالم من حيث المساحة، يعني أول قارة من حيث المساحة اللي هي قارة آسيا، مساحتها 44 مليون كيلومتر. بعدين أخذنا قارة أفريقيا وكانت مساحتها 29.8 مليون كيلومتر. وبعديها قارة أمريكا الشمالية تقدر ب 24 مليون كيلومتر. والحين بنحكي على قارة اللي هي أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية مساحتها حوالي 20 مليون كيلومتر، يعني قديش مساحتها؟ 20 مليون كيلومتر، وهي رابع قارات العالم من حيث المساحة، وتقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية. لما نيجي بنتكلم عن غرب وشرق، احنا بنتكلم عن خطوط الطول، يعني تقع في نصف الكرة الغربي، يعني أو في النصف الغربي من الكرة الأرضية، يعني غرب خط غرينتش. احنا بنحكي على خطوط الطول. لما بنتكلم عن شرق وغرب بنتكلم عن خطوط الطول، لما بنتكلم عن شمال وجنوب بنكون بنتكلم عن دوائر العرض، يعني تقع بين خطي طول زي ما قلنا، او تقع غرب خط غرينتش اي في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بين دائرتي عرض. الحين هنتكلم عن دوائر العرض. قديش؟ 12 درجة شمالاً، يعني تدخل فيها جزء في الشمال، و55 درجة جنوباً. 12 درجة شمالاً و55 درجة جنوباً، أي أن أكثر من ثلاث أرباعها يقع في جنوب خط الاستواء. وهذه أول قارة بناخدها أنه جزء كبير منها موجود في الجنوب، أغلب اللي أخذناهم كانوا في الشمال. كانت قارة أفريقيا في الوسط بين درجتي عرض اللي هي 37 شمالا و35 جنوبا، هذه قارة أفريقيا. بعدين البقيات كلهم كانوا يكونوا قراب دخلت في الجنوب، ولكن بحدود بسيطة زي قارة آسيا اللي تمتد من 83 شمالا إلى 11 جنوبا. أما قارة أمريكا الجنوبية فتمتد من زي ما قلنا 12 شمالا و55 درجة جنوبا. طيب أي ثلاثة أرباعها يقع جنوب خط الاستواء؟ طيب نأخذ إيش بحيطها من الأربع جهات، وزي ما احنا شايفين باين عندنا إيش بحيطها من الأربع جهات. طبعا ناشن عين لأن عارفين احنا الأربع جهات، الشمال فوق والجنوب تحت والشرق على اليمين والغرب على اليسار. يعني بحيطة من الشمال من البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، ها البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، هذه بحيطها من الشمال. أما من الجنوب فبحيطها المحيط المتجمد الجنوبي، بحيطها المحيط المتجمد الجنوبي. أما من الشرق فبحيطها المحيط الأطلسي، ومن الغرب المحيط الهادي. هذول الأربع اتجاهات بدنا نعرفهم، من فوق اللي هو الشمال البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، من الجنوب
اللي هي المحيط المتجمد الجنوبي، من الشرق المحيط الأطلسي، ومن الغرب المحيط الهادي. هذا هو الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية. نتكلم على مظاهر السطح. إذا بنطلع في مظاهر السطح، نتكلم إحنا في مظاهر السطح عن الجبال وعن الهضاب وعن السهول. نطلع في الصورة اللي في صفحة 132، نتكلم على الهضاب الشرقية. شوفوا، لاحظوا معي، رح نتكلم عن اللي هو التضاريس. في عنا الهضاب الشرقية والسهول الوسطى والمرتفعات الغربية، يعني مقسم القارة لثلاث حاجات. في الشرق رح نتكلم عن الهضاب الشرقية والسهول الوسطى والمرتفعات الغربية. الغرب هيو زي ما انتم شايفين الخط الأحمر، هذه المرتفعات الغربية. شايفين اللي في اللون الأخضر هي السهول الوسطى، واللي باللون الأصفر مقسم لثلاثة أقسام هي هضاب القارة اللي هي الهضاب الشرقية. طيب نيجي للهضاب الشرقية ونتكلم عنها. عندنا ثلاث هضاب، إذا شايفين فوق هضبة جيانا، في الوسط هضبة البرازيل، وتحت هضبة بيتاجونيا. هذول الأربع هضاب، الثلاث هضاب، يعني هضبة جيانا في الشمال، وهضبة البرازيل في الوسط، وهضبة بيتاجونيا في الجنوب تحت. نبدأ واحدة واحدة ونتكلم عنهم. هضبة جيانا هاي اللي فوق تقع في شمال القارة، ما وهي ما بين نهري الأورونيكو في الشمال والأمازون في الجنوب، وهي أقل ارتفاعاً واتساعاً من هضبة البرازيل، وانحدارها العام نحو الشمال والشمال الغربي. يعني بدنا نركز، شوفوا هي كبيرة وارتفاع يعني، ولكنها أقل ارتفاعاً واتساعاً من هضبة البرازيل، وانحدارها نحو الشمال والشمال الغربي. هاي من هي؟ هضبة جيانا. عندنا ثاني واحدة هضبة البرازيل اللي هي في النص هي، وهي إلى الجنوب من هضبة جيانا، جنوب هضبة جيانا يعني تحتها، حيث يفصلها حوض الأمازون، وهي أعظم ارتفاعاً واتساعاً من هضبة جيانا. يعني مين أكبر، هضبة البرازيل ولا هضبة جيانا؟ نحن شايفين قدامنا بالصورة إنه هضبة البرازيل أكبر واحدة، فهي أعظم ارتفاعاً واتساعاً من هضبة جيانا، وتشمل معظم الجزء الشرقي من القارة، وانحدارها العام نحو الشمال ونحو الجنوب الغربي. نيجي للثالثة اللي تحت، شايفينها هضبة بيتاجونيا، وتقع في جنوب شرق القارة فيما بين سهل البمباس من الشمال والشرق ومرتفعات الإنديز في الغرب. هاي شايفين مرتفعات الإنديز، جبال الإنديز هاي، وهي أقل ارتفاعا من سابقاتها اللي هن مين؟ جيانا والبرازيل، وأقلها مطراً، لذلك يسود فيها المظهر شبه الصحراوي. يعني عرفنا اللي حكينا، نلخصه، حكينا عن الهضاب الشرقية، عندنا ثلاث هضاب اللي هي هضبة جيانا وهضبة البرازيل وهضبة بيتاجونيا. هضبة جيانا أول وحدة، أكثر وحدة ارتفاعاً واتساعاً هي هضبة البرازيل. طيب بعديها بتيجي هضبة جيانا، بعدين آخر واحدة هضبة بيتاجونيا. طيب مين اللي فيها المظهر شبه الصحراوي؟ هضبة بيتاجونيا. طيب مين اللي بتقع في الجنوب؟ هضبة بيتاجونيا. مين اللي بتقع في الشمال؟ هضبة جيانا. طيب مين زي ما قلنا أكثر واحدة ارتفاعا واتساعا هي هضبة البرازيل. طيب عرفنا أن واحدة في الشمال، واحدة في الوسط، وواحدة في الجنوب. طيب هدول الهضاب الشرقية. نيجي للسهول الوسطى.
السهول هي اللون الأخضر، السهول الوسطى، تمتد فيما بين الهضاب الشرقية في الشرق وجبال الإنديز في الغرب، وتشمل أحواض الأنهار الرئيسية في القارة، وهي نهر الأورونوكو في الشمال، نهر الأورينوكو في الشمال، ونهر الأمازون في الوسط، ونهر بارانا في الجنوب. نركز على هذول الثلاث أنهار، لازم نحفظهم لأنه ممكن يجي النهر منهم. يعني بدنا نعرف إنه نهر الأورونوكو في الشمال، ونهر الأمازون في الوسط، ونهر بارانا في الجنوب. طيب، وأيضا تنمو فيها مجموعة من الحشائش زي حشائش اللانوس الحارة في الشمال، وغابات السلفاس الاستوائية في الوسط، والبمباس المعتدلة في الجنوب. يعني اللي بدنا نعرفه إنه عندنا السهول الوسطى. السهول الوسطى زي ما قلنا تشمل أحواض الأنهار الرئيسية في القارة، اللي هن في الشمال نهر الأورينوكو، نهر الأورينوكو في الشمال، ونهر الأمازون في الوسط، ونهر بارانا في الجنوب. وأيضا تنمو فيها مجموعة من الحشائش زي حشائش اللانوس الحارة في الشمال، وغابات السلفاس الاستوائية في الوسط، والبمباس المعتدلة في الجنوب. يعني شوف، لانوس حارة في الشمال، سلفاس استوائية في الوسط، بمباس معتدلة في الجنوب. فهمنا هذا الكلام كله وين موجود؟ في السهول الوسطى. نيجي نتكلم عن المرتفعات الغربية اللي هي باللون الأحمر شايفينها، وهي الجبال، وتعرف بجبال الإنديز، وهي امتداد لجبال روكي في أمريكا الشمالية، تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول الساحل الغربي للقارة، على شكل مجموعة من السلاسل الجبلية تلتقي أحياناً وتتفرق أحياناً أخرى، تحصر فيما بينها مجموعة من الهضاب كهضبة كيتو في الشمال، وهضاب الأكوادور وبيرو وبوليفيا في الوسط. يعني هذه إيش؟ جبال الإنديز. جبال الإنديز زي ما قلنا امتداد لجبال روكي اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية اللي هي فوقها، وتمتد زي ما قلنا من الشمال إلى الجنوب على طول الساحل الغربي، على طول الجهة الغربية. طيب، وزي ما قلنا تنحصر فيما بينها مجموعة من الهضاب زي هضبة كيتو في الشمال، وهضبة الإكوادور وبيرو وبوليفيا، والهدول موجودات في الوسط. فهمنا؟ هذه اللي هي المظاهر السطح اللي بناخدها كل مرة. زي ما قلنا حكينا عن الهضاب، وهي الهضاب الشرقية، حكينا عن السهول وهي السهول الوسطى، وحكينا عن الجبال أو المرتفعات وهي المرتفعات الغربية. طيب، زي ما قلنا هيو الهضاب الشرقية وتكلمنا عليها اللي هي هضبة جيانا وهضبة البرازيل وهضبة بيتاجونيا، ونراجع بسرعة ونسأل ونقول مين أكثر وحدة ارتفاعا واتساعا؟ هي هضبة البرازيل. طيب، مين بعد هضبة البرازيل؟ هضبة جيانا. طيب، مين أصغر وحدة؟ هضبة بيتاجونيا. طيب، مين اللي فيها يسود المظهر شبه الصحراوي؟ هضبة بيتاجونيا. طيب، مين اللي تقع في الشمال؟ هضبة جيانا. طيب، مين اللي تحت جيانا؟ هضبة البرازيل. مين اللي تحت البرازيل؟ هضبة بيتاجونيا. طيب، مين أصغر وحدة أقل ارتفاعاً من سابقاتها؟ هضبة بيتاجونيا. أتمنى نكون عرفناهن. بعدها نيجي للسهول الوسطى، وقلنا عندنا ثلاثة أنهار، أحواض الأنهار الرئيسية في القارة، وهي نهر الأورينوكو في الشمال، ونهر الأمازون في الوسط، ونهر بارانا في الجنوب. وأيضا زي ما قلنا فيها تنمو الحشائش زي حشائش اللانوس الحارة في الشمال،
والسلفاس الاستوائية في الوسط والبمباس المعتدلة في الجنوب. بعدين عجينا عن المرتفعات الغربية وقلنا تعرف بجبال الإنديز وهي امتداد لجبال روكي الموجودة في قارة أمريكا الشمالية وتمتد على طول الساحل الغربي على شكل مجموعة سلاسل جبلية تلتقي أحيانا وتتفرق أحيانا أخرى وتنحصر فيما بينها مجموعة من الهضاب زي هضبة كيتو في الشمال وهضبة الإكوادور وبيرو وبوليفيا في الوسط. طيب نيجي نتكلم على المناخ. المناخ في قارة أمريكا الجنوبية. ها إذا بتلاحظوا معاي كنا إحنا دائما نحكي المناخ في فصل الشتاء كان الشتاء يكون في شهر يناير. ولكن بما إنه هاي القارة تقع في الجنوب تحت فالشتاء بده يكون عندها في شهر يوليو اللي هو إحنا لما يكون في شمال في شمال القارة لما يكون عندنا فوق الشتاء بيكون عندهم في شهر يوليو لما يكون عندنا إحنا في شهر يوليو الصيف بيكون هم عندهم في جنوب الشتاء ولما إحنا يكون عندنا الشتاء في شهر يناير هم بيكون عندهم الصيف في شهر يناير. فهمنا؟ يعني إذا نيجي نتطلع نلاقي إنه عندنا المناخ في فصل الشتاء أي شهر؟ شهر يوليو. ليش؟ لأنه هم القارة أمريكا الجنوبية توجد في جنوب القارة أي عكس شمال القارة. يعني لما يكون إحنا في الشمال عندنا اللي هو شتاء بيكون عندهم صيف ولما يكون عندنا صيف بيكون عندهم شتاء. فعشان هيك هنتكلم عن المناخ في فصل الشتاء اللي هو شهر يوليو وما تنسوش انه هذه مهمة. طيب نيجي نتكلم عن المناخ في فصل الشتاء اللي هو شهر يوليو. تتعامد الشمس في شهر يوليو على مدار السرطان اللي هو موجود وين؟ فوق مدار السرطان اي على الجزء الشمالي وبالتالي ايش بنتج؟ بنتج انه تشتد الحرارة على شمال القارة. ليش؟ لانه قلنا هي تقع القارة بين درجتي عرض من 12 الى 55 اي في جزء 12 شمالا الى 55 جنوبا يعني في 12 درجة موجودات في الشمال فتشتد الحرارة هذا في فصل الشتاء على شمال القارة وتنخفض تدريجيا كلما اتجهنا نحو الجنوب حتى تصل إلى درجة التجمد فوق جبال الإنديز الجنوبية. هاي القارة زي ما قلنا نعتبر هذا الجزء إيش بيصير فيه في فصل الشتاء اللي هو شهر يوليو بيكون هنا درجة حرارة مرتفعة بس هنا بتكون منخفضة وتنزل الثلوج على جبال الإنديز. اثنين يتكون على شمال القارة الحين هذا بما انه درجة الحرارة مرتفعة في فصل الشتاء فايش بده يكون اذا ارتفع درجة الحرارة ايش بده يكون الضغط منخفض فيتكون على شمال القارة ضغط منخفض. طب الرياح تنتقل من ايش؟ من مناطق ضغط جوي مرتفع نحو مناطق ذات ضغط جوي منخفض وبالتالي بتيجي الرياح على هذه المناطق فايش بتقول يتكون على شمال القارة ضغط منخفض يجذب الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية الممطرة. ليش؟ لأنها ليش ممطرة؟ لأنها جاي من المسطحات المائية فتسقط أمطارا غزيرة على شمال ووسط القارة وتقل تدريجيا كلما اتجهنا نحو الجنوب. فهمنا؟ أيضا تهب الرياح العكسية الشمالية الغربية طالما قلنا رياح عكسية شمالية رياح عكسية معناتها ممطرة تهب الرياح العكسية الشمالية الغربية على الساحل الغربي جنوب دائرة عرض 30 وتسقط أمطارها أما شمال هذه الدائرة فتهب الرياح موازية للساحل ولا تسقط أمطار لذلك تكونت صحراء أتاكاما وبيرو يعني زي ما قلنا أنه
في شمال هذه الدائرة، هاي المنطقة في شمالها، لا تسقط الأمطار فتتكون صحراء أتاكاما وصحراء بيرو. وهي صحراء أتاكاما هي اللي موجودة، صحراء أتاكاما هي اللي موجودة في القارة. طيب نتكلم على القارة في فصل الصيف. ركزوا معي، فصل الصيف هو شهر إيش؟ يناير. لاحظين؟ فصل الصيف هو شهر يناير. طيب في هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار الجدي. ها، تتعامد الشمس على مدار الجدي. ففي شهر يناير لما يكون إحنا عندنا في الشمال الجو بارد وشتاء، بيكون عندهم الشمس متعامدة على مدار الجدي اللي موجود تحت، وبالتالي بتكون بتمر في نصف القارة الشمس يعني، فتشتد درجة الحرارة على هضبة البرازيل في وسط القارة. مش هضبة البرازيل موجودة هنا، شايفين السهم؟ فترتفع درجة الحرارة على هضبة البرازيل في وسط القارة، وتنخفض الحرارة نسبيا في شمالها وجنوبها، وتبقى جبال الانديز، جبال الانديز هي موجودة في الغرب هنا، تبقى باردة. طيب نيجي على الضغط الجوي. بما انه نصف القارة فيها درجة حرارة مرتفعة اللي هي في هضبة البرازيل، فدرجة حرارة مرتفعة ايش بده يصير في الضغط؟ ينزل. ارتفعت درجة حرارة قل الضغط. طيب تكونت ضغط منخفض على هضبة البرازيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لما صار عندنا ضغط منخفض، لما صار ضغط منخفض على هضبة البرازيل، ايش الرياح تنتقل من مناطق ضغط جوي مرتفع نحو مناطق ضغط جوي منخفض؟ اي جاءت الرياح على هضبة البرازيل. طيب ايش بيصير لما اجت الرياح؟ اجت الرياح قادمة من البحار، فسقطت الامطار الغزيرة على السواحل. يعني عندهم في الصيف تسقط الامطار على السواحل الشرقية وتقل كلما اتجهنا غربا. طيب ايضا تهب الرياح العكسية الغربية على جنوب القارة وتسبب سقوط الأمطار. يعني إذا بنلاحظ أن الرياح العكسية الغربية تهب في فصلي الشتاء والصيف، ولكن هذيك رياح عكسية شمالية غربية في الصيف، وفي الشتاء بتكون رياح عكسية غربية. طيب زي ما قلنا، هي تهب الرياح الغربية العكسية طبعا في فصل الصيف جنوب غرب القارة وتسبب سقوط الأمطار. بما أنه إحنا بنحكي عن رياح عكسية، سواء كانت غربية أو شمالية غربية، فهي بدها تكون، بما أنها عكسية بتكون تسقط من خلالها الأمطار، يعني فيها أمطار وتسقط الأمطار جنوب دائرة عرض 40. فهمنا؟ أتمنى تكون فهمنا درس اليوم. إن شاء الله بالحصة الجاية راح نتكلم عن الأقاليم المناخية. أي سؤال بإمكانكم تسألوني على الجروب، أتمنى منكم تحلوا الأسئلة وتبعتوا لي أجوبتهم. بكرة إن شاء الله راح ينعرض الدرس. أتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم العافية، ونشوفكم على خير.